بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما متعودين يا جماعة، صلى يا حبيب قلبك كتير. معانا عرض النهاردة سلت، بس سلت اللي هو الأصل يعني، ولا سلت ابن شهرين ولا الكلام ده. سلت كله يقول كده بنت 10 أيام، بس سلت أصلا. أنا هوريكم إن شاء الله. طب أول هام، صلى يا حبيب قلبك كتير، فاضي مشغول، صلى على الرسول. جمعة مباركة عليه وعلى الأمة المسلمين يا رب، كده إن شاء الله بخير وسعادة يا رب إن شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صلاح عملنا يا رب. معاكم معلم ابراهيم، بيمس يا جماعه الناس داخل مصر وخارج مصر. بس اي جماعه اي كميه بيان بترضى يا جماعه، نصور لكم عرض حضرتك. هون سلت على كيف كيفك. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا صاحب المال. معانا ذكوره، معانا اناتي، معانا عرض جميع اسعار اللي بترضى. انا يعني بسم الله ما شاء الله، شويه شويه اقول بقى لنا يومين بنجيبهم حاجه كوكتيل على كيفك. سلت اللي هو الاصل البريمو، مش مثلا يعني، مع احترامي لكم، مش 100 في في دول ده كل يوم، مش ميه في في السلت اللي معانا، مش في ميه في ايه ده حاجه. بس هو السوق كده يعني، متى الجو بقى يطير يا جماعه؟ والله انا شايف السوق هيغلى يعني، السوق هيطلع طلعان جامد. اللي عاوز يشتري حاجه هيشتري، صدقوني حاجه نصيحه لله يعني. انا الحمد لله خدتوش هنبيع، خدته هنبيع بسم الله ما شاء الله، الحمد لله شكرا لكم. السلت اهون، هذا الاصناف يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بس هتركوا حضهم، هتركوا على طول على طول دلوقتي، بنفرح بعضها. هي معانا شويه بقاع، شويه نتي، حاجه بسم الله ما شاء الله فوق الخيال يعني. الوقت اللي بس الوقت يا جماعه، مثلا الجو طر، هو اللي عاوز يكتر لبن يعني، يزود لبن اهي. الجو في الطراولي شويه، احنا الحمد لله بسم الله ما شاء الله يعني، في الجمع عندنا يعني، بالصلاه على النبي، المكان الوقت طري فرق السماء والارض. بسم الله ما شاء الله يعني، المكان الوقت طري فرق السماء والارض. اصور لكم دي عجله بسم الله ما شاء الله، هي انا اصور لكم اهي 10 15 يوم، اصور لكم بقت البيام ان شاء الله، مربطين فرح بعض ان شاء الله. تشوفوا حاجه على كف، حاجه سلت يعني، اللي حاجه سلت تكيف معايا. باين بترضع، بس انا شفت، انا قلت ايه بترضع، انا قلت باين بترضع، قلت باين بتاكل حاجه كيف يعني. بسم الله ما شاء الله، اقول رشيق، اقول فايق، اقول سلامه. بسم الله ما شاء الله، صورك اهو. انا اقول وضع الجنبو يا جماعه، الجنبو بسم الله ما شاء الله، الجنبو معانا، الجنبو. هذا اقول الثاني، اقول تفرح بعضك يا رب. انا بسم الله ما شاء الله سلت، بسم الله ما شاء الله، مش حاجه اي كلام. 30,000 فاكر يا ابني؟ طب الراجل المحترم اللي اسره القناه اللي في حياتي، هتيجي جاموس يا جماعه؟ صباح الاشرف يا جماعه، اي كميه سلت موجوده فضل من ربنا، من اجل 50 موجودين. مش عاوز اعرف حضراتكم برضو السلت اللي هو اهو، اضرب اهو، رقم الخريف ده رون اهو. وين؟ ما يجلي كم سنة حضركم؟ العظم والخشانة والنظام يجلي ب13,000، حلو حلو، يجلي ب20,000 بياكل، حلو يجلي ب20,000 بياكل. بسم الله ما شاء الله، اهو. طلب انا بعرض حضركم السلت يا جماعه، عشان دول اللي عاوز حاجه نظيفه، عاوز سلت نظيفه. انا كده ودانا ودي يا ابني، هي كمية بيام يا باشا، هي كمية هي كمية بيام حضراتكم موجودة، من ايد 50 موجودين. شوف المال ده، صلى على النبي، فاضل مشغول، صلى على الرسول. معايا جواب بسم الله ما شاء الله، اهو المنى اهو، صلى على النبي اهو. طبعا انا معايا حاجة بتبدأ من 5 شرات لحد 20,000، كل حاجة موجودة. طبعا عشان اقول لكم برضه السلت الضعيف اللي هو النهاردة، مش حاجة سلت ضعيف النهاردة موجودة، عشان اعرف حضراتكم. معايا بسم الله ما شاء الله شوية ذهب، ده ذهب، ده السلت الذهب. اربح مشروعك بأقل ما، الجو طر فضل من ربنا، خد كمية الست كمان 20 يوم، ما حدش عارف يمسك عجل الست زي ال 5000 كمان. العجل البار عامة 20 يوم مش هتعرف، مش هتعرف تمسك عجل البار زي ال 5000 جنيه، مش هعرف حضراتكم. بس الجو كان حار، ما تبطل البار يا جماعة، ابن برد وابن شتاء. عجل البار نصحها لله 10 اسبوع، اسبوع الجو احنا شايفينه بسم الله ما شاء الله، درجه الحراره 38، ما حدش عارف يمسك ايده بره زي ال 5000. وشوف انا كميت غلط ولا صح، الحمد لله الجو بينزل، بيقول بننزل جو بغلط. الحر الشهرين اللي فاتوا دول والعجل البار ما تهزش، اعرف العجل البار هيجي في الشتاء ويولع يعني. اول اعرفوا يا جماعه، اول صيف شط يا جماعه، اول صيف العجل البار ما يتهزش السنه دي.
اول صيف العجل البار ما يهتز الشنات، عشان تعرفهم العجل الجاموس يا معلم، العجل الجاموس العجل الجاموس يهتز الشنات. اول سنه العجل البار ما يهتزش عشان اعرف حضركم. العجل البار حافظ كرامته، كنا في عز الصيف وحافظ كرامته. العجل البار هيغلى هيغلى، العلم عند الله وكل حاجه بامر الله طبعا، يعني كله بامر الله، عشان ما احنا مثلا بنختار ولا الكلام ده، كله بامر الله. بس العجل البار هيغلى. شايف ان جامد العجل البار ابن ربه ابن برسيم وابن بارد. العجل البار ده انا شايفه هيغلى يا جماعه، اللي معاه فلوس استثمر فلوسك واشتري وسيبها لله. اذا كان الحر مرخص، يعني احنا في الصيف ومرخص، امال في الشتاء يعمل ايه؟ فاشتري وسيبها لله. اي معاكم العجل الجاموس السنه ما طلعش الطلعه اللي هي في الصيفيه، اي بس العجل البار ما تهزش. انا بقول لكم عامه ما تهزش. انا راجل كيلو في سوق، تشتري مني ما اشتريش، ابقى اعرفك الحياه الدنيا ماشيه عامله ازاي. ما تاخدش مني الحمد لله وشكر الله، مش فاضل حاجه ليك ولا لنا، فانا رزق على الله، الارزاق على الله. فانا شايف العجل البار ما تهزش، اشتري توكل الله، معاك فلوس استثمر فلوسك وسيبها لله. برسيم ان شاء الله، البرسيم من كلات اسبوع، برسيم البدر، وداخل ان شاء الله على موسم الربعيه. فاللي انا شايفه العجل البار ما تهزش في الصيف، هيجي في الشتاء هيغلي غلان جامد. احنا معانا بقى امام نصورها لحضراتكم، بسم الله ما شاء الله، شويه مال من اعلى مال، بسم الله ما شاء الله من اعلى مال. احنا بقيتين اقسم بالله، اقسم بالله من امبارح العصر البيام دي انا جاي نضص في العشر، في العشر اول دول. اتوقع على الله ان اللي عنده بيام عاوز يرضع برضو، اي اكل اي حاجه اكل برضو موجوده ان شاء الله تحت امر حضراتكم. فبرضه انا عارف حضراتكم برضه صاحب القناه الراجل المحترم بتاعنا استاذ اشرف، نديله العرض الكويس ده، العرض الجميل ده، حاجه من دي بام حلويات. احنا معانا النهارده حلويات، احنا جايين بعرض حلويات، والاسعار انا مع احترامي لكم مش هعرض اسعار، لان انتوا بتشتغلوا اسعار تنزلش. شوف انا مش هعرض اسعار يا معلم، ما تدورش يا معلم، ما تدورش يا معلم. انا معايا الدهب، معايا الالماظ، انا معايا النهارده جايب لكم، جايب النهارده عرض الماظ للمتابعين بتاع الماظ. انا جايب الماظ، ننزل السوق النهارده تلف السوق عشان تجيب جنيه نضاف. تقلب السوق النهارده يا معلم، اجيب ثلاثة عجول نضاف من السوق. السوق فيه 50 عجل، فيهم عجلين نضاف و48 وحشين. يا جماعه انا معايا النهارده باين، بسم الله ما شاء الله. رقم التليفون 015 0 721 9413. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.